دقيقتين وبس. معلومة طبية. السلام عليكم، معكم الدكتور هلال، يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأحسن حال. هل ينقل مرض السل الدرن عن طريق الاتصال الجنسي؟ الإجابة العلمية أو التعريف العلمي بيقول لا. ليه؟ لأن المرض الانتقالي الجنسي يتم انتقاله عن طريق سوائل الجسم، ومنها السوائل الموجودة في الأعضاء التناسلية مثل إفرازات المهبل أو المني، أو لما يكون الجرثومة أو المسبب موجود في الأعضاء التناسلية، مثلا زي السأليل بتبقى موجودة في الأعضاء التناسلية، والتلامس بينقل العدوى، أو الاسكيبز مرض الجرب ممكن يكون موجود في المنطقة التناسلية أو الجنسية، وبالتالي التلامس بينقل العدوى. لكن الدرن أو السل ينقل عن طريق الهواء لما الشخص المصاب يقترب من شخص سليم ويكح أو يعطس، فبالتالي الشخص السليم ممكن يتعرض للعدوى. لكن ونحط تحتيها 10 خطوط. الاتصال الجنسي بشكل ينقل يساعد على نقل العدوى بمرض السل بشكل غير مباشر. ليه؟ لأن الاتصال الجنسي الحميم بيؤدي إلى تقارب شخصين اقتراب شديد جدا وتلامس شديد، وبالتالي لو واحد منهم مصاب بمرض السل وعطس أو كح، ففرصة العدوى لشريكة حياته أو شريك حياته أكبر. يعني مثلا لو واحدة ست أخوها عنده سل، ما تتعديش منه، فرصة العدوى منه ضعيفة، فرصة عدوتها من زوجها لو عنده سل أكبر، لأن أثناء التلامس الجنسي بتبقى قريبة جدا منه، فلو عطس أو كح في وشها ممكن ينقل لها العدوى. وربنا يعافينا ويعافيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقتين وبس. معلومة طبية.